اهلا بكم مرة اخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس، يأتيكم من العاصمة الليبية طرابلس. الاخ القائد مساء الخير وارحب بكم ترحيبا حارا في قناة الجزيرة. مساء الخير. اخ القائد، سمعناكم في او سمعنا انكم في قمة عمان الاخيرة طلبتم وقف التصوير التلفزيوني لتسألوا الحكام العرب المجتمعين هناك سؤالا مفاده: كم يبلغ وزن أسامة بن لادن؟ قلت لهم إن وزن أسامة بن لادن لا يبلغ سوى 50 كيلوغراما، مع ذلك فهو يرهب العالم ويرهب أمريكا. أما أنتم الحكام العرب فلديكم جيوش ودول إلى ما هنالك من هذا الكلام، لكن لا بتكشوا ولا بتمشوا إذا صح التعبير. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ هل كان لتعيير الحكام العرب بعجزهم ووهنهم، أم احتفاء بهذه الظاهرة وأمثالها؟ نحيي كل المشاهدين في جميع أنحاء العالم عبر محطة الجزيرة، وأشكركم على القيام بهذه المبادرة. على أي حال، أنا تحدثت في مؤتمر القمة العربي في عمان حديث خطير يتعلق بقضية فلسطين وسري، وما مش من المناسب ابدا ان يكون كلامي على الهواء في ذلك الوقت، والحديث لم يكن هكذا يعني حسب ما، لانه لحد الان كل ما قريت عن تخمينات ووضعت بعض النقاط في الانترنت شبكه المعلومات الدوليه عن الحديث اللي انا قلته، لكن كله غير صحيح يعني. لا، وانا مصر لحد الان الكلام الذي قلته في المؤتمر لم يفشي به احد من الحاضرين خارج الجلسه. انا عموما يعني ايجاد في حل قضيه فلسطين، ومستوعب الدروس الماضية التاريخية كلها، وبنحس بمعاناة الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء والبيوت التي تهدم والعائلات التي يرمى بها في الشارع من قبل الصهاينة. وأنا شايف الوهن العربي وشايف التفريط العربي والانهيار العربي العسكري من عام 67 والانهيار السياسي والإرادي من اسطبل داود بدأ الانهيار. وبالتالي أنا بدي نخرج من العاطفة ومن المكابرة، وإني نحاول نقدم حل للشعب الفلسطيني ننقذ من المأساة التي هو فيها. العرب عدد منهم حل مشكلته مع الإسرائيليين بطريقة فردية، وحاول ينقذ بلاده وينال مساعدات من أمريكا مقابل ذلك، وبدل التفريط يعني والاعترافات الفردية وهذا الانهيار في النهاية سنصل إلى الصفر، وحيكون قدم صفر يعني بدون مقابل. أخ القائد، طبعا المحور الفلسطيني ومحور القضية الفلسطينية سيكون محورا هاما سنأتي عليه كاملا لا شك، لكن لنبدأ بالأحداث الأخيرة التي وقعت في أمريكا. لا شك أنها يعني أحداث تاريخية بكل المقاييس، يعني سمها ما شئت. لنتحدث عن هذه الظاهرة الموجودة الآن على الساحتين العربية والإسلامية، يعني البعض يسميها إرهاب، البعض الآخر يطلق عليها أسماء أخرى. نتحدث طبعا عن ظاهرة القاعدة بن لادن وأمثاله إلى ما هنالك من هذا الكلام، يعني كيف تنظرون إلى 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 مثل هذه الظاهرة؟ أولا سبق أن تحدثت مرة في مهرجان في ذكرى 70 لاستشهاد عمر المختار، تكلمت عن هذا الموضوع، و برضو سجلت تحليل في شبكة المعلومات الدولية في الانترنت بهذا الخصوص. وما فيش بس ان نتكلم في هذه المناسبة الكلام لعل يفيد، يعني انا بدي نسلي الناس ونلبي فضولهم بقدر ما ممكن يفيد. يعني كلام اذا سمعته امريكا وقالت اوروبا ممكن